القاهرة واحدة من أكبر 20 مدينة في العالم. آن الأوان أن تعود القاهرة إحدى أجمل العواصم في العالم. العاصمة الإدارية الجديدة هتبقى على 175 ألف فدان، ننقل فيه الحكومة المصرية من داخل العاصمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وده نقلة كبيرة قوي. لو قدرنا نعملها هنريح الناس وهنريح وسط القاهرة من التكدس اللي احنا فيه، ويبقى فيه نقلة في الأداء ونقلة في حاجات كتير. الثلاثون من يونيو، مصر تبعث من جديد.